مرحبا، انا خالد، انا مؤسس مشارك في كسير البن محمى فار كافيه في الرياض حي النخيل. الكسير معناته استخلاص، فهو استخلاص البن في مرحلة البروينج او الاستخلاص او التحضير حق القهوة. عندنا اعتناء كامل بكل تفصيل في سلسلة القيمة للقهوة المختصة، من منشأ القهوة في المزرعة والمنتجين إلى التصدير، مرحلة التصدير إلى مرحلة الاستيراد إلى التحميص والعملية في إيجاد بروفايل أو مسار التحميص إلى البار الإسبريسو في الكافيه. فاهتمامنا في التفاصيل هذه كلها بالإضافة إلى خدمة عملاء جيدة وفيها تنافسية عالية في السوق، صار هذا أكثر شيء يميز إكسير البن. نجلب قهوتنا من عدة مصادر، من إثيوبيا، من أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. نعمل بتجارة مباشرة ومن خلال وسطاء وموردين محليين أو خارج السعودية. في كافيه إكسير البن في في تشكيلة مختارة متنوعة من المشروبات. أكثر شيء ألاحظ أن الناس تحبه هنا اللي هو مشروب الكورتادو أو الجبرلتار. المشروب هذا مرة مشهور في إسبانيا، يقدم بكوب زجاجي شفاف قدر تقريباً 4 أونصة، هو أقرب مشروب للكابتشينو. الكابتشينو تقريباً من 5.5 إلى 6 أونصة، هذا الفرق بين المشروبين. أحب القهوة المرشحة أو الفلتر، هذا تقريبا أكثر شيء الناس تحبه هنا، بالإضافة للاتيه بطبيعة الحال. من خلال زياراتنا واكتشافنا المشاهد القهوة في أمريكا، أوروبا واليابان، كوننا فكرة معينة إيش حنا نحتاج يكون بالكافيه، والأبروتش حقنا أو التوجه حقنا كان هو الحد الأدنى من كل شيء، فما نحط تفاصيل ما نحتاج وجودها في الكافيه. عندنا من الأدوات اللي نجيبها إحنا من كويب، نجيب ملكوني جي كي 43 للفلتر، وعندنا برضو إيكو 43 للتركيش، نستخدمها أيضا للإسبريسو بعض الأحيان. وبدينا نستعمل قريب الميثس 1 للإسبريسو مع آلة السنسو اللي نستخدمها في الكافيه. أيضا في سلوبار نستخدم كليت ويف دروبرز من اليابان. تجدون إكسير البن في مدينة الرياض في حي النخيل شمال جامعة الملك سعود في شارع السالم بن معقل. تقدرون تزورونا في إنستغرام، تويتر أو موقعنا أو متجرنا الإلكتروني هنا. Thank you.